مساء الخير حبايبنا متابعين تلفزيون الصويرة، عدنا وياكم وحلقة جديدة من برنامجكم سؤال رمضاني. اليوم حلقتنا حتكون برعاية كارلو للأحذية والحقائب. أعزائي المشاهدين، احنا اليوم متواجدين حاليا بمدينة العاب الإمام تاج الدين عليه السلام، نشوف العوائل ونسألهم منو راح يفوز منو ما راح يفوز. ابقوا ويانا هنشوف منو راح يشارك ويانا. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. الله أكرم. عندنا برنامج سؤال رمضاني، تحبون تشاركون ويانا؟ أكيد. سؤالنا يقول: ما هو الذي يخرج من الماء ويموت في الماء؟ الثلج؟ لا مو الثلج. يخرج من الماء؟ يخرج من الماء ويموت في الماء. ملح؟ متأكدة؟ تبتين على جوابك؟ اي اكيد. يابا صف قولها ربحت ويانا، صف قولها. طين الجائزة، طبعا مبروك عليكم الجائزة، ربحتوا ويانا، وهاي الهدية مقدمة من محلات كارلو للأحذية والحقائب. اهلا وسهلا. كنت تقولون مناسبة شهر رمضان. رمضان كريم. شاهدين اول متشاركة ربحت ويانا اول هدية، جوازنا ما راح تخلص، ابقوا ويانا خلينا نشوف عائلة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. كريم للجميع ان شاء الله. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امة محمد. شو اليوم شلون هالاجواء هنا؟ والله خير من الله الحمد لله، احنا جايين من بغداد. اهلا وسهلا. خل عندنا برنامج سؤال رمضان، تحبون تشاركون ويانا؟ ايه عادي. واليوم الجوائز مقدم من كارلو للاحذية والحقائب. سؤالنا يقول: سلم لم يصعد عليه احد. لم يصعد عليه احد. الصراط المستقيم. سلم. سلم يعني درج بس. شلون؟ لم يصعد عليه احد. لا الوجه. صلاح. صعب خالص. يعني هو سلم يعني شلون ما يصعد عليه احد يعني؟ هو اكو سلم ما حد يصعد عليه. هو. لا وين شلون هو؟ في درج الهواء. تعال شو صعب تو. اوكي نبدل السؤال؟ تمام. سؤالنا يقول: ما هي اسم انثى الدب؟ دبة؟ تعرف تعرف جانيت لي دوب ما ادري خاله ما ادري دبة غير؟ لا ما ادري. بعد ما والله ما ادري يا خاله. نشكر مشاركتكم ويانا. لك يا حبيبي تسلم بعد خالتك بالتوفيق يا عمري. أعزائي المشاهدين ابقوا ويانا خلينا نشوف متسابق آخر منو راح يحل السؤال. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم. علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. شيلي بالبداية شلون الأجواء هنا؟ والله الحمد لله العوائل هاي ورا الفطور وهاي خير من الله. إن شاء الله. عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشارك ويانا؟ إي إن شاء الله. سؤالنا يقول: ما هي اسم أنثى التمساح؟ شلون؟ ما هي اسم انثى التمساح؟ والجوائز مقدمة من كارلو للأحذية والحقائب. صعب. ما اعرف. ما افكر فيها. صعب. يلا حظ اوفر ان شاء الله ونشكر مشاركتك ويانا. عمري في جنبك قلبك الله يخليك حبيبي. اعزائي المشاهدين حد الان ما اعرف احد يحل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي رمضان كريم. الله انعم واكرم حبيبي يحفظك الله يوفقك. احكي لي شلون اليوم تشوف حركه العالم اللي يجون هنا؟ اول شيء الصلاه والسلام على حبيب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اجواء رمضان هنا جميله، اجواء ممتعه وحلوه، اجواء روحانيه بجوار مرقد الامام تاج الدين عليه السلام، اجواء جميله جدا.
عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشارك ويانا؟ نعم تفضل. سؤالنا يقول: سلم لم يصعد عليه احد. سلم لم يصعد عليه احد. ما اعرف. منا صعب. ترى سهل والله. سلم لم يصعد عليه أحد. سلم لم يصعد عليه احد. يعني ما يحضرني. للاسف. نشكر مشاركتك ويانا. سهلا حبيبي، حفظك الله على راسي. اهلا وسهلا. اعزائي المشاهدين ابقوا وياي، هنشوف منو راح يجاوب السؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى اموات محمد والجميع ان شاء الله. احكي لي شلون الاجواء الرمضانيه هنا؟ والله احنا باعتبار هنا مرقد ديني ومنطقة عشائرية باعتبار تقليدية، وتشوف أكثر العالم تجي بعد الفطر، والنوبات يعني اكو بعض العوائل القريبة هنا تجي بالصحن مال الإمام، تقعد تنتظر لحد ما تفطر وتطلع بعدين بالسوق تتفضل. عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشاركه يانا؟ على راسي. سؤالنا يقول: ما هي اسم أنثى الدب؟ اسم أنثى الدب يعني بصراحة أنا مدرس مال عربي، يعني هاي الامور مر علينا بك اسماء يعني، بس اسماء الحيوانات بصراحه ما يعني كهذا يعني الدبه ما يعني ما ترهم زين. ممكن سؤال ثاني لو يعني مثبتين على الدب؟ مثبت الدب هسه عبره يعني مثبتين على الدب. زين شوف لنا سؤال ثاني اذا ممكن. شوف لك سؤال ثاني. ما هي اسم انت الارنب؟ والله بصراحة يعني انتم اليوم عالم الحيوان يمكن ناشونال جيوغرافي القناة هاي اسئلتنا بعد. والله بصراحة يعني اسألنا مثلا هسه انت حكيتها حلوة من قلت طقوس دينية، اسألنا على سؤال يعني مثلا معركة هسه حافظينها احنا بعيدين عن التاريخ. والله بصراحة ما يعني ارنب هم ما ترهم. الله مشاركتك ويانا. الله يبارك. اشكركم والله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على غاتنا. اعزائي المشاهدين لحد الان ما حد عرف يحل السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم علينا وعليكم. شلون الاجواء الرمضانيه هنا بعد الفطور؟ والله الاجواء كلش حلوه والحمد لله. اكو اقبال عالم يعني؟ اي الحمد لله. عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشاركه ويانا؟ يلا. سؤالنا يقول: سلم لم يصعد عليه احد. سلم شنو؟ سلم لم يصعد عليه احد. والله سؤال صعب. سهل. زين عاد شاورني. شاورك. اليوم الجوائز مقدمة من كارلا الأحذية والحقائب. زين عاد تعطيني سؤال غيره؟ بدي سؤال سريع. لا يلا السالفه. نشكر مشاركتك حبيبي. حبيبي غالي. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. شلونك حبيبي؟ رمضان كريم علينا وعليكم. عندنا برنامج سؤال رمضان، تحب تشاركه يعني؟ ان شاء الله. سؤالنا يقول: سلم لم يصعد عليه احد، والجوائز اليوم مقدمه من كارلا الحقائب والاحذيه. سلم لم يصعد عليه احد. سلم المرسوم؟ يعني شنو المرسوم؟ يعني الرسم قصدك؟ يعني الرسم؟ لا غيره. حساس نوعا ما. حساس نوعا ما. السلم الموسيقي؟ السلم الموسيقي؟ متأكد من جوابك؟ ما شاء الله متأكد. شلون جت زين هاي الفكرة ببالك؟ يعني كان بالي الرسم او هيجي. ايه. يعني هسه تقول السلم الموسيقي؟ ايه. ونقول لك جوابك صح صح قوله. مبروك عليك الهدية. طبعا الهدية مقدمة من كارلا الأحذية والحقائب. مبروك عليك الجائزة، طونيها شباب. هاك حبيبي مبروك عليك الجائزة. رحم الله والديك. ايش تحب تقول مناسبة شهر رمضان؟ والله أتمنى لكم الموفقية وإن شاء الله دوم سباقين في عملكم. تسلم. نشكر مشاركتك حبيبي. حبيبي. اعزائي المشاهدين الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، كانت حلقه برعايه كارلو الاحذيه والحقائب. شكر خاص وموصول الى المصورين حسين الفتلاوي ومصطفى الجبوري. وانا كنت معكم في الاعداد والتقديم زيدون العثماني. اعزائي المشاهدين حلقاتنا ما راح تنتهي وبرامجنا
ما راح تخلص وجوائزنا اكيد مستمره طيله ايام شهر رمضان. ابقوا ويانا يوم غدا بحلقه جديده من برنامجكم سؤال رمضاني. مع السلامه.